وفي كلمته أثناء القمة أكد وزير الخارجية المكلف في جمهورية السودان حسين عوض علي أهمية حماية الأمن القومي العربي بما يكفل الاستقرار الإقليمي والعالمي. وأعرب الوزير السوداني عن ترحيب بلاده بنتائج قمة الجوار التي دعت لها جمهورية مصر العربية العام الماضي، متطلعا إلى دور عربي فاعل للحفاظ على السودان وسلامة شعبه ووحدة أراضيه. تؤكد حكومة بلادي أيضا ترحيبها وتعاطيها الإيجابي مع نتائج قمة دول الجوار التي دعت لها جمهورية مصر العربية الشقيقة في يوليو 2023، ويتطلع إلى ما تتوصل إليه من نتائج وخلاصات إيجابية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السادة والسيدات الحضور، إن أمن استقرار السودان له بالضرورة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويبقى استقرار السودان استقرار الأوضاع في السودان تأسيساً على ذلك، ركناً أساسياً من أركان استقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وبالتالي فإن السودان يرحب بقرارات جامعة الدول العربية التي تؤكد على التضامن الكامل مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلال ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة وفي طليعتها القوات المسلحة.